اسمع معي ما يقوله جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، حيث يقول إذا كانت تجارتك قائمة على أرخص الأسعار أو أرخص المنتجات فإنك في موقع ضعيف وهش للغاية، أما إذا كانت تجارتك قائمة على الخدمة الأفضل والسعر الأفضل وتوفر الخيارات الممكنة لزبائنك فأنت في موقع قوي وأفضل من غيرك. وهذا طبعا ما أترجمه في دورة البلو أوشن استراتيجي من حيث اختيار الموديل الرائع لشركة أو مشروع، من حيث تقديم الأدد فاليو ورفعها قدر الإمكان أيضا، والعمل على اختيار السعر الاستراتيجي المناسب للزبون ولشركتي أيضا وللسوق بحيث يكون سعر منافس. وعشان هيك بحكي لك يعني حاول انه انت تتابع هذه الدوره البرو اوشن استراتيجي كورس على قناه التيمز، تشترك فيها وتتابعني ايضا على حساباتي على السوشيال ميديا، وخليني اشوفك في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى.